ما معنى كلمة الكويت؟ ولماذا سميت دولة الكويت بهذا الاسم؟ كلمة الكويت هي تصغير لكلمة كوت، وهو مصطلح متداول في نجد والعراق وما جاورهما من بلاد، كما يستخدم هذا المصطلح في بلاد العجم. والكوت تعني البيت المربع الحصين الذي يقع حول مسطح مائي، إن كان نهرا أو بحرا أو بحيرة أو غير ذلك، وعادة ما يجاوره بيوت أصغر وأقل شأنا منه. ويكون الكوت في الغالب سوقا للسفن المارة للتزود منه بما يلزمها من الماء والزاد والوقود وغيرها من احتياجات السفن. وسبب تسمية الكويت بهذا الاسم هو الكوت الذي يوجد فيها، ويقال أن من بناه هو محمد لصك بن عريعر شيخ قبيلة بني خالد، وقد أقام فيه أحد عبيده وجعل منه الشيخ مقرا ومستودعا لجيشه، ووفر فيه المؤن والعتاد والذخيرة، وفي حال أراد أن يتجه غازيا إلى الشمال أو في حال احتاج المرعى بالقرب منه. ويقال أن الشيخ ابن عريعر وهب هذا الكويت لآل الصباح عند نزولهم أرض الكويت. وهناك قول آخر بأن آل الصباح ومن معهم هم من بنوا هذا الكوت بعد أن وهبهم ابن عريعر تلك الأرض، وكان موقعها في أعلى نفوذ صغير في منطقة شرق الكويت، وقد بني في مكانه المستشفى الأمريكاني لاحقا، والذي يقع مكانه المستشفى الأميري حاليا. وكانت الكويت قبل نزول آل الصباح أرضا فقيرة فقراء تقطنها بعض عشائر ابن عريعر، وكانوا هم أول من بنى فيها البيوت الحجرية التي أصبحت مقرا ومسكنا لآل الصباح ومن معهم.